في عناوين نشرة الليلة: مخاض في السرايا والولادة باتت وشيكة. نصر الله في خطاب العلم والجهاد: الذي جرى في حلب خلال الأشهر القليلة الماضية 3 أو 4 أشهر هي حرب حقيقية من أقصى الحروب التي شهدتها سوريا، بل من أقصى الحروب التي شهدتها المنطقة. داعش تعدم جنديين تركيين حرقاً. فلسطين تصوت لسيادتها في مجلس الأمن. ميت يبيع سيارته بوكالة من كاتب العدل. مضوني على الوراق وراحوا. وفي ترندز هكذا وثقت عين الكاميرا عين الحلوة. ونجمة تلفزيون الواقع في نشرة فن الخبر بعد قليل. You know, so hopefully I'll be able to visit soon. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير، لكم بلادكم ولي بلادي، وعلى قاعدة بلاد العرب أوطاني رمى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالسلطة المحلية، ليس زهدا سياسيا إنما نأيا صادقا بالسيطرة على لبنان، تلك البقعة المحكومة بالشراكة بين جميع أبنائها. أمن نصر الله على الوطن بين أياد ستجتاز امتحان الثقة، وأكمل دربه شرقا سعيا لانتزاع الأمان بالقوة الاستباقية، معولا على انتصار حلب الذي يمكن أن يفتح آفاقا جديدة أمام حلول جادة للأزمة السورية. وقال نصر الله إن ما قدمه العالم وخصوصا الدول العربية من مال وسلاح وذخيرة ودعم إعلامي وسياسي للإرهاب في الحرب على سوريا يفوق عشرات المرات ما قدم للمقاومة الفلسطينية. وبدليل المحارب في الميدان، كذب الأمين العام لحزب الله معظم ما روج في الإعلام عن إبادة في حلب، كاشفا عن استعارة صور من مجازر العدو الصهيوني في الضاحية وغزة، وأتوا بأخرى لأطفال جياع في اليمن ونسبوها إلى حلب، لكن البينة على من ادعى. أسف نصر الله على مليارات العرب التي صرفت في الحرب الخاسرة وأدت إلى الهزيمة في سوريا كان أسفا مصحوبا بخسارات أكبر في منتديات العالم السياسية. فمصر أم الدنيا، شقيقة فلسطين ونقطة عبورها إلى الحياة وشريانها الحيوي، تبيع في سوق الأمم السوداء قراراً لمصلحة إسرائيل بناء على اتصال من دونالد ترامب. سك البيع هذا جاء عبر جلسة مجلس الأمن عندما وافق مندوب مصر بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأجيل تصويت كان سيجري ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة والقدس المحتلتين. هذا القرار تقدمت به مصر نفسها وسحبته بنفسها ليخرج باراك أوباما أكثر عروبة من العرب لكونه كان سيلقن نتنياهو آخر الدروس قبل نهاية العهد الديمقراطي الأمريكي. والعروبيون تحت سقف مجلس الأمن تمثلوا في دول لا تعرف عن العرب إلا سقوطهم، إذ تقدمت نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا بتبن لمشروع القرار المسحوب مصرياً، حيث من المرجح أن يجري التصويت عليه بدءا من الليلة وبدعم من فرنسا التي قالت إنها ستحافظ على حل الدولتين. لا غرابة فيما وقع، فالمصريون كانوا يهتفون قبل أشهر السيسي باع أرضه تاني يا أولاد، واليوم لم يبع جزرا معزولة فحسب، بل منح أرضا بشعبها لإسرائيل زاحفا إليها بطلب من نتنياهو وليس من دونالد ترامب الذي لم يدخل الحكم رسميا بعد. وإذ تحتفل مصر اليوم بالنصر على العدوان الثلاثي ومن ضمنه إسرائيل والذي ضرب بورسعيد، فإن السيسي تمكن من جعل نهرها أسود ومطيا، فهل هذا هو وريث جمال عبد الناصر؟ فرحة المصريين بزعيم يعيد زمن الناصرية لم تتم، وبشرة الخير تحولت إلى علامة ذل
تجر مصر 90 مليونا إلى قرارات ترهن كرامتهم أجيالا وراء أجيال. فالسيسي لا يضمن اليوم إلا حماية حكمه التي يأملها من إسرائيل التي يعتبرها ظهره الأيمن في سيناء. لكن فلسطين ليست جزيرة للبيع، وإذا كان السيسي قد خلع رداء الحياء فإن أهل فلسطين المقاومين وحدهم من سيقرر مصير وطنهم ويقتلعون الاستيطان ليردوه إلى دول المنشأ. خير جورج، ماذا في تفاصيل جلسة البيان الوزاري؟ لا زالت جورج الجلسة مستمرة حتى الآن برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور كافة أعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري، وتشير الأجواء حتى الآن أن هناك إصرار على إنجاز هذا البيان في هذه الليلة، وهذا البيان من المتفق عليها أن لا يتضمن أي إشارة إلى الملفات الخلافية تحديدا، وأي استفزاز أو أي عنوان يستفز أي مكون من المكونات السياسية، وهو سيقتصر على روحية الخطاب، خطاب القسم، وأيضا البيان الوزاري لحكومة الرئيس السابق تمام سلام. وكما تشير الأجواء أيضا أنه لن يتضمن ثلاثية الشعب والجيش والشعب والمقاومة، وسيتضمن فقط حق لبنان بمقاومة إسرائيل، وسيتناول بشكل أساسي موضوع قانون الانتخاب، إضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وإنجاز الموازنة العامة. هذه جورج الأجواء هنا، وتشير أيضا، دعني أشير إلى أنه إذا تم إنجاز هذا البيان الوزاري اليوم من المفترض أن يقدم غدا إلى مجلس النواب ليوزع على 26 نائب في المجلس، ولتعقد من بعدها جلسة الثقة، نيل الثقة لثلاث أيام وبدءا من الثلاثاء والأربعاء والخميس، وبذلك يكون قد تم إعطاء رئيس مجلس النواب مهلة 48 يوم لتوزيع نسخة عن البيان الوزاري الذي من المفترض، والأجواء تشير أنه سيصدر اليوم، وخصوصا أن هذا الاجتماع لا زال حتى الساعة منذ الساعة الخامسة وحتى الآن أي ما يقارب الثلاث سنوات. ولدى دخول جورج، لدى دخول الوزراء كل الأجواء تشير إلى إيجابية في التعاطي في هذا الملف والتوجه نحو إصدار أو إنجاز البيان الوزاري في هذه الليلة. شكرا رواندا بخزام، حدثنا مباشرة من السرايا الحكومي، وإلى كريستين حبيب. شكرا جورج. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يصف معركة حلب بحرب طاحنة لم تشهدها المنطقة منذ أعوام طويلة. الذي جرى في حلب خلال الأشهر القليلة الماضية 3-4 أشهر هي حرب حقيقية من أقصى الحروب التي شهدتها سوريا، بل من أقصى الحروب التي شهدتها المنطقة خلال أعوام. الذي حصل في حلب، بس لتكونوا بالصورة ويكون العالم كله بالصورة، هو معركة متواصلة يومية، معركة قاسية، معركة طاحنة، هي هزيمة كبرى، إحدى الهزائم الكبرى للمشروع الآخر، للمحور الآخر، وانتصار كبير لهذه الجبهة المدافعة والمواجهة الإرهاب ببساطة، وهي تطور كبير وبالغ الأهمية على المستوى العسكري والسياسي والمعنوي لجبهتنا. في هدف اسمه إسقاط النظام، وفي هدف اسمه السيطرة على كل سوريا. ممكن يسقطوا النظام لا سمح الله، بس ما يسيطروا على كل سوريا، لأنه في مناطق تبقى عصية عليهم مثلا. اليوم بعد حلب بيقدر واحد يقول مطمئنا أنه هدف إسقاط النظام، هدف إسقاط النظام سقط. هذه الحكومة لا يجوز أن تعتبر نفسها فقط حكومة انتخابات. خلال 5 أشهر 6 أشهر، وإذا صار تمديد تقني 2 أو 3، يعني ممكن هذه الحكومة تكون 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، يجب أن تتحمل كامل المسؤولية اتجاه الشعب اللبناني. من نروح على قانون الانتخاب، طبعا نحن نؤيد النسبية الكاملة، ولكن في نفس الوقت نحن ندعو إلى حوار شامل مع كل القوى السياسية في لبنان
ونتفهم مخاوف البعض وقلق البعض، ويجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. ألا يجعوا بعض الناس يقول لك هاي حكومة حزب الله، مثل ما كانوا يقولوا بزمن حكومة رئيس نجيب مئاتي. طيب إذا حكومة رئيس نجيب مئاتي حكومة حزب الله، وحكومة رئيس سعد الحريري وحكومة حزب الله، على كل حال صيت الغنى أحسن من صيت الفقر يعني. بس هذا مو صحيح، هذا مش إنه مو دقيق، مو صحيح. طيب كان دائما يقال حزب الله يريد السيطرة على البلد، يريد السيطرة على مفاصل، أي مفاصل دولي وأي بلد وأي حكومة وأي وزارات. هذه اتهامات باطلة يتلطى خلفها بعض القاصرين والمقصرين والعاجزين، أنه إيه هذا حزب الله بده يسيطر على البلد. طيب أعود وأكرر يا أخي، نحن لا بدنا نسيطر على البلد، وحياتكم وبدكم بحلف لكم يمين كمان معظم، لو إجت القوى السياسية هلأ والأحزاب السياسية كلها وقالت يا حزب الله، مش يا ثنائي شيعي، يا حزب الله رئيس الحكومة منكم والوزراء كلهم منكم وحكومة كلها وزراء من حزب الله ونحن قبلانين وتعديروا البلد وحلوا مشاكل البلد، من قلهم كتر خيركم ممنونين الله يخليكم ما تعبوا صوبنا. دعا وزير العمل محمد كبارة إلى قرار عربي رسمي حاسم بحظر قناة الحياة التي تتطاول على مقام رسول الله ومنع نقل بثها على كل الأقمار العربية. وشدد كبارة على أن المطلوب قرار واضح وحاسم بحظر بث قناة الحياة المجهولة الهوية والعنوان، التي هي أفعى السم الذي يدس في قنوات عربية ويتسلل إلى ثقافة بيوتنا عبر قنواتنا العربية، لبنانية كانت أم غير لبنانية. وقال لا بد من مفاتحة شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية ودوائر الإفتاء في المملكة المغربية للمطالبة بحظر قناة الفتنة هذه ومنع نقل بثها عبر الأقمار العربية كلها. ورأى أن الإدانات والاستنكارات والخطب الرنانة في المساجد وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لا تكفي، ولا بد من إجراء رسمي رادع لوقف هذا الترويج للتطاول على الرسول وعلى الدين الإسلامي عموماً. وختم كبار متسائلا إذا كان قانون المطبوعات اللبناني يقاضي من يرتكب جرم القدح والذم بحق شخص ما، فكيف يكون الرد على من يتطاول على مقام خاتم النبيين وإمام المرسلين؟ تعددت أساليب القتل لدى داعش وبقي الإرهاب واحدا، من الإعدامات رميا بالرصاص مرورا بالذبح والإلقاء من فوق سطوح المباني وصولا إلى الإغراق والحرق، كما كان مصير جنديين تركيين اليوم. ويا أجناد الخلافة في أرض الشام، ها قد جاءكم الجندي التركي الكافر. لم ينسى العالم بعد فظاعة مشهد حرق التيار الأردني مع ذي الكساسبة. من جديد يعيد تنظيم الدولة الإسلامية المشهد إلى أذهان العالم عبر اعتماد الأسلوب نفسه، إلا أن هذه المرة بدل الضحية الواحدة وقع اثنان، إذ نشر تنظيم داعش الإرهابي فيديو أقدم خلالها على حرق جنديين تركيين كان قد أسرهما في سوريا منذ نحو شهر. ويظهر في الشريط الذي بثه المكتب الإعلامي لولاية حلب التابع للتنظيم الجنديان اللذان وضعا في قفص حديدي مقيدين، ثم تم جرهما بسلاسل معدنية قبل أن يحرقا في مكان خال بالقرب من نهر الفرات. والجنديان هما فتحي الشاهين 26 عاما من مدينة قونيا التركية وسفترتاش 21 عاما، وقد اتهما الرئيس أردوغان والحكومة التركية بأنهما السبب وراء ما هما فيه. Türk askerlerine sesleniyorum. Bizim düştüğümüz bu zillete düşmemeniz için İslam devleti topraklarını terk edin. Ey Türkiye halkı, bizim bu düştüğümüz zillet durumuna düşmemizin sebebi AKP hükümeti ve Türk hükümetidir. Şu anda bundan. وجدد داعش تهديداته لتركيا عبر الشريط بتنفيذ هجمات داخل البلاد، مطالبا أنصاره في تركيا بحرقها وتدميرها وتفجيرها. نفسي رجالت وشالت وصالت لهذا استحالت لا
لغى المسعرة فلقى الرصاص. وبعد نشر هذا الفيديو أفادت تقارير صحفية أن تركيا حجبت مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب بعض المواقع الإخبارية فإن الحكومة التركية منعت الوصول إلى تطبيق الرسائل واتساب بالإضافة إلى فيسبوك وتويتر ويوتيوب وسكايب وإنستغرام في جميع أنحاء تركيا. ويعتبر هذا الحجب الثاني في غضون أسبوع بعد تعتيم مماثل إثر اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندري كارلوف. أكد الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت المشارك الأساسي مع الحلفاء في عملية تحرير حلب، معتبرا أن الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي وستدفع الكثيرين مما كانوا يعرقلون هذه العملية إلى الانخراط في هذا العمل. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لتطوير الصيغة الثلاثية التي توصلت إلى الاتفاق في حلب، وقال في مؤتمره الصحفي السنوي إن الباب ما زال مفتوحا أمام دول أخرى للانضمام إلى الجهود الروسية التركية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار شامل في سوريا. يجب ضمان مشاركة الأردن والسعودية ومصر في المحادثات المنتظرة في كازاخستان في مطلع العام المقبل، ولا يجوز تسوية مثل هذه المسائل من دون دور للولايات المتحدة. وشهدت شوارع حلب احتفالات شعبية حاشدة بعد تحريرها من المسلحين، وجابت مسيرات سيارة شوارع المدينة، وأطلقت الأعيرة النارية احتفالا بالنصر، ورفعت المساجد الأذان وقرعت الكنائس أجرسها ابتهاجا بتحرير المدينة. نهدي النصر للدكتور سيادة الرئيس بشار الأسد، نهدي النصر للجيش العربي السوري. وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد أعلنت عودة الأمن إلى مدينة حلب بعد خروج من تبقى من المجموعات المسلحة. تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين. ورأت القيادة العامة أن هذا الانتصار يشكل تحولا استراتيجيا ومنعطفا مهما في الحرب على الإرهاب. عاد خطف الطائرة الليبية إلى الواجهة أشهر حوادث خطف الطائرات عبر التاريخ. ففي عام 68 خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة العال الإسرائيلية وحولت مسارها من لندن إلى الجزائر. في عام 85 خطفت حركة الجهاد وحزب الله طائرة TWA إلى بيروت. وبعد عام خطفت منظمة أبو نضال طائرة بان آم من إيطاليا إلى باكستان. انتهت أزمة اختطاف الطائرة الليبية باستسلام الخاطفين وإطلاق سراح جميع ركابها وأفراد طاقمها، وقد قبضت السلطات المالطية على شخصين كانا قد اختطفا الطائرة الليبية في أثناء رحلتها الداخلية من سبها إلى العاصمة طرابلس، وحولا مسارها إلى مطار لوكا في العاصمة المالطية. ونقلت وكالة رويترز عن النائب الليبي هادي الصغير أنه تحدث إلى نائب آخر على متن الطائرة الليبية هو عبد السلام المرابط، وأبلغه الأخير أن الخاطفين في منتصف العشرينيات من العمر ومن جماعة التبول العرقية في جنوبي ليبيا، وكانا مزودين عبوات نسيفة يدوية الصنع. وأعلن رئيس مجلس وزراء مالطا جوزيف موسكات أن الخاطفين غادرا الطائرة وجرى تفتيشهما ووضعهما في الحجز الاحتياطي، فيما أكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية طاهر سيالة أن الشخصين يؤيدان نظام معمر القذافي وطالبا بإنشاء حزب موال له، كما طلبا اللجوء السياسي في مالطا. وكالة موقعة من أشخاص فارقوا الحياة وعجوز تجبر على إخلاء منزلها من دون علمها لغاية في نفس حفيد. كيف ينقل شخص ملكية سيارته بعد سنة من وفاته؟ الجواب في أحد المستندات التي حصلت عليها الجديد لسند توكيل خاص صادر عن مكتب الكاتب العدل جنان نصر جاد. في الأول من آذار عام 2015 صدر عن المحاكم الشرعية هذا المستند الذي يثبت بالوجه الشرعي وفاة المدير السابق لثانوية عمر الفاروق جينات محمد الشتات، لكن بعد سنة من وفاته ها هو يوقع من جديد على سند توكيل خاص لتسليم سيارة من نوع مرسيدس. كيف طلعوه من القبر ووقع على الوكالة يعني وهو موجود عند كاتب العدل؟ فاللي قدر يزور هيك ورقة قادر يسوي كل شيء يعني. العائلة التي فجعت بوفاة ابنها في ظروف يلفها الغموض لم تنتهي مأساتها عند هذا الحد، فبحسب وصية الراحل تحصل والدته المسنة على حصة من منزله في حال وفاته.
أما حفيدها طارق شتات فيقول أنها تنازلت عن حصتها بملء إرادتها. الحجة اللي هي والدتي في إلى بيطلع لها بالشرع السدس من البيت، مضاها على أوراق عند كتاب عدل ما بعرف كيف، المهم ماضية على أوراق متنازلت له عن كل شيء. رحنا عند كاتب العدل لحتى تسحب الوكالات، قال لي بدي صاحبة العلاقة. أخذت له الحجة اللي عند كاتب العدل استاذ أحمد ظاهر، رفض، قال لي ما بتنسحب. قلت له طيب شو الطريقة؟ قال لي بدك تلجأ للقضاء. وندخل بالقضاء ومحاكم ومحاكم ومحامات، ما قلنا بنتين اجوا ودقوا الباب تحت له، مضوني على الوراق وراحوا. وانت ما قبضتي ولا فرنك؟ لا والله، ولا الله ما قبضت ولا فرنك. وطلعت من البيت؟ انا زعلت شوي، قلت بظهر نهار نهارين عند بنتي وبرجع على البيت، وهذا كان الدار. وكالة بيع العقار غير القابلة للعزل أجريت عند الكاتب العدل أحمد ظاهر، وعلى الرغم من تأكيد الأخير أن المعاملة جرت بحضوره وبعلم الموقعة على ماهية المستندات، إلا أن الخلاصة تكمن في أن سيدة عجوزا أخرجت من منزلها. كيف ينظر كاتب العدل أسامة خطيمي إلى الحالتين ولو لم يكن على علم بهوية كتاب العدل المعنيين؟ هذا الزميل الأصيل كان ضحية عملية احتيال نتيجة إبراز له مستندات مزورة، أو في احتمال الثاني واللي أنا بستبعده أنه في زميل يفوت حاله بقصة يصدع توقيع شخص متوفى. في شيء اسمه جحود بالقانون، خي أنا أعطيتك هبة بس أنت جحدت بوجه، أنت ما جحدت معي، ما كنت ما تصرفت بال يعني ما بادرتني مثل ما أنا بادرتك، وبالتالي أنا في يعني ما في حدا بيطلع من بيته بهذه السهولة وفي فوت من باب الاحتيال. الجديد كانت قد عرضت تحقيقين عن عمليات تزوير لأكثر من 400 مستند رسمي لكاتب عدل مكلف وموظف في وزارة العدل يدعى ممدوح القرن، وعلى الرغم من تجاوزاته منعت عنه أي ملاحقة قانونية. فإذا كانت الدولة غير مكترثة بتحصيل حقها، فكيف يمكنها أن تحصل حقوق مواطنين عاديين؟ آدم شمس الدين، قناة الجديد. والآن إلى فقرة ديمقراطية. تيك تك. العوافي بأول تصريح لإله كوزير إعلام، أعلن الوزير ملحم الرياشي عن نيته بإلغاء وزارة الإعلام، ولما حكي هالكلام في ناس بطلت تنام. تيك تك. دكتور رئيس، سمعت وزير الإعلام الجديد ملحم الرياشي شو قال؟ سمعته يا وليد بايك، سمعته، قال بده يلغي وزارة الإعلام وهو رح يكون آخر وزير إعلام فيها. وشو بدنا نعمل يا نبي؟ هيدي مصيبة. أنا كل الليل مش نايم يا وليد وعم فكر شو بدي أعمل بوجه الرياشي. إيه وطلع معك شي؟ نعم، دبرت له يومين كل أسبوع. ما فهمت، يومين شو؟ كيف؟ ما أنا شايل التنين والأربعة لقطاع النقل البري. إيه. والتلاتة والجمعة للمياومين. إيه. فالخميس والسبت للإعلاميين. بدي نتفلوا ريشو للرياشي، ما صدقنا وظفناهم، بدي يردلنا يهون شاها. يبدو أنه البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري رح يكون أسرع بيان بتاريخ لبنان. ليش؟ معروف ليش. ميلاد مجيد لكل اللبنانيين، والتنين بشوفكم. تيك تك. نهاد، كيف يا نهاد بدي سجل رقم قياسي بأسرع بيان وزاري بتاريخ لبنان؟ بدك البيان الوزاري يكون أسرع بيان؟ ايه نهاد، امشي معي. مرحبا فخامة الرئيس. اهلا، ممكن لو سمحت تعطينا خطاب القسم تبعك؟ تكرم نهاد، تفضل. شكرا. دولة الرئيس، صور خطاب القسم. صوره؟ صورته. وهلأ ابعتوا واتساب لـ30 وزير قل لهم هيدا البيان الوزاري وخلصنا. شو هالفكرة يا نهاد، يلا لابعتوا. لحظة، وبدي حقوق الملكية. تيك تك. بعد الإعلان، التيار العوني والكوتا، الخطة وجدت، ماذا عن الاقتصاد والوطن أولا؟ أهلا بكم من جديد. الكوتا مصطلح لاتيني معناه حصة،
تستخدم العبارة للإشارة إلى نسبة أو عدد من مقاعد الهيئات المنتخبة، وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع صناعة القرار. اقترح نظام الكوتا في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في الصين عام 95، فماذا عن جديده في لبنان؟ نحن اليوم بدنا نطرح فكرة لأن اعتمدناها بالتيار ولقيناها ناجحة. ليه ما منقول انه بتأليف اللوائح بمرحلة اولى ما بتقبل اي لائحة لا تتضمن العنصر النسائي، خاصة اذا فتنا على دوائر كبيرة. بهيدا الشكل بنكون عم نبلش ببداية منطقية مقبولة، وهيدا اكيد بتعمل فرق بالدورة الثانية. هو اقتراح اتى بعد رفض التيار الوطني الحر جهارا للكوتا النسائية، قد يرقى إلى مشروع قانون إذا بدأ بمبادرات فردية من الأحزاب والتيارات السياسية. منطقياً تغيير القانون بيكون منيح إذا قدرنا ندخل فيه منطقة الكوتا، بس هذا وفقاً لأي قانون، وخاصة إذا قانون لوايح. إذا نحن مش بصيغة قانون لوايح الموضوع بيصير أصعب، إنما مش مستحيل، أو على الأقل مثل ما انطرح إنه على الأقل إنه الأحزاب هي من لحالها من دون ما يكون في يعني نص قانوني شروط قانونية على الموضوع، أن هي تفرض على حالها أن يكون في مرشحات من ضمن لوائحها. ليس انتقاصا من قيمة المرأة، إنما تحفيز نحو تمثيل أوسع. هكذا يبرر التيار تحفظه السابق عن الكوتا النسائية، فهل يكون اقتراحه عودة إلى ركوب قطار المطالبة بالكوتا النسائية؟ نحن لسنا عضة في وجه الكوتا، نحن ما بدنا إياها تحد من المرأة، إنما إذا بتساعد المرأة فليكن. لا بس برجع بقول لك الكوتا ليست سهلة في نظام أكثري، في نظام تعدد المقاعد. الكوتا أسهل تطبيقها في حال اعتماد النسبية واللوائح، لأنه ساعتها بكون الناس تنتخب لوائح مكفلة، ساعتها بصير هينة تطبق الكوتا عليها. إنما هلأ ما بيعني إنه حتى بالقانون الحالي ما عندنا إمكانية نطبقه، إذا مش بالقانون قدرنا نعدله على الأقل بالممارسة. بالممارسة يفرضوا على حالهم الأحزاب ديسيبلين معينة، إنه يفرضوا على حالهم إنه هن لازم يكون بيناتهم حد أدنى من النساء مرشحات ضمن لوائحهم قدر الإمكان. إذن هي دعوة مفتوحة للأحزاب كافة لحسم معركة مشاركة المرأة سياسيا في مراكز القرار عبر طرح الكوتا النسائية في مجلس النواب والتصويت عليها. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. بعد وضع الحكومة الجديدة المسائل الاقتصادية والاجتماعية في سلم أولوياتها، وزارة الاقتصاد والتجارة تضع لمساتها الأخيرة على خطة عمل متكاملة لتحقيق إنماء سريع. أقفلت حدود أمام الصادرات اللبنانية وتوقفت أسواق عن استيراد بعضها الآخر، ومنذ عقود والصناعيون يأنون مطالبين بتحصين إنتاجهم وحمايتهم من المضاربة غير المشروعة. ومع العهد الجديد وانطلاق عمل الحكومة، وعود بالنهوض الاقتصادي وتقديم الحوافز ومكافحة الفساد. حكومة قصيرة بس بده عم ينحط الأسس، واليوم الحكم استمرارية، يعني اليوم رح نبلش بشيء، في أمور رح يحسها المواطن مباشرة بهالست أشهر، وفي أمور رح يحس إنه نعمل جهد، نعمل خطة طريق توافق عليها وبلش الشغل، يلي هو يعني بخطتنا في أولويات بتخلص بفترة ست أشهر، في منهم بتخلص بسنتين ومنهم بتخلص بخمس سنين. في خطة اقتصادية تابعة أو اشتغلت عليها بحكمة بقلب التيار بلجنة اقتصادية، وقلنا عم نشتغل عليها حوالي شي شهرين من وقت ما استلم فخامة الرئيس، وشارفت على الانتهاء. هي مسودة، هي بتحمل خطة اقتصادية كاملة للبلد، أهميتها أنه تحمل هموم الناس. وزير الاقتصاد القادم من خلفية مصرفية يصب اهتمامه حاليا على الاتفاقيات الموقعة مع سائر الدول لبلورة خطته الإنمائية التي تشمل استقطاب رؤوس الأموال العربية واللبنانية، وهذا الأمر سيكون من ضمن أهداف جولة رئيس الجمهورية للدول العربية. نحن خطتنا أنه كمان نسوي منتجاتنا للبلاد العربية، وحتى مش بلاد العربية، لأوروبا. وفي خطة واضحة بهالموضوع، يعني بالتعاون مع بقية الوزارات بعتقد رح نوصل لنتيجة كتير سريعة. يعني ما حدا عنده ولا بلد عنده إذا بدك فيتو على المنتجات اللبنانية،
المطلوب منا نحن بس نحفزها ونخلق القوانين ونخلق الأمور اللي بتسهل هالشغلة. الوزير خوري يحمل تفاؤلا سيترجم مع العام الجديد، أما الأسباب فهي التوافق السياسي بين مختلف الأطراف التي لمست بدورها مدى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عند اللبنانيين. باسل العريضي، قناة الجديد. الوفد الإيراني يواصل جولاته على المسؤولين اللبنانيين ويؤكد من عين التيني أن مواجهة الإرهابيين عسكريا لا تؤدي وحدها إلى الحلول السياسية لمشكلات المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري الذي نقل إليه رسالة شفهية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، شدد فيها على أهمية العلاقات الإيرانية اللبنانية وضرورة تطويرها في المجالات كافة، لا سيما بعد الإنجاز الذي تحقق بانتخاب عون رئيسا للجمهورية والذي جاء بمثابة رسالة تفاهم وتعاون بين اللبنانيين. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، ولا سيما اللقاء الثلاثي الإيراني الروسي التركي الذي عقد أخيرا في موسكو للبحث في الأزمة السورية. وشكر عون للرئيس الإيراني تمنياته آملا أن تساعد الجهود السياسية في مشاركة إيران على حل الأزمة السورية حلا سياسيا. وعقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أشاد أنصاري بلبنان الذي قدم نموذجي المقاومة والتعايش السلمي المشترك اللذين يصبو إليهما الجميع. ونحن نعتقد أن الرسالة الأساسية التي يمكن أن نفهمها من مجمل هذه التطورات السياسية التي أتيت على ذكرها في سياق حديثي يتركز في أمرين اثنين: أولا أن الوفاق والتفاهم والانسجام السياسي وحده هو الذي يمكن أن يؤمن الحل المنشود والسريع لكل الملفات الإقليمية الملتهبة من جهة، ولكن هذا الأمر ينبغي أن يترافق بشكل متوازن مع المواجهة والمقارعة الحقيقية والجادة والتي لا هوادة فيها مع الإرهاب والتطرف والتكفير. وكان المستشار الإيراني والوفد المرافق قد زار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحضور السفير الإيراني محمد فتح علي، حيث جرى استعراض آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. احتفال للمديرية العامة للأمن العام بتخريج مأمورين متمرنين. احتفلت المديرية العامة للأمن العام بتخريج مأمورين متمرنين في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون، وقد حملت الدورة اسم الوطن أولا. حضر الحفل العميد الركن إبراهيم خنافر ممثلا قائد الجيش جون قهوجي، والعميد الركن حسن علي أحمد ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والعميد أحمد الحجار ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوس، والعقيد الركن عبد الرؤوف سكرية ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، وحشد من ممثلي الهيئات العسكرية والدبلوماسية والضباط. وفي كلمته أكد ممثل اللواء إبراهيم حرص المديرية العامة للأمن العام على الالتزام بشعارها الذي ترفعه والسعي للدولة الآمنة لا لدولة الأمنية. تنضمون اليوم إلى مديرية رفعت شعار لوائها بأنها تسعى للدولة الآمنة لا للدولة الأمنية. تتخرجون اليوم إلى رحاب مؤسسة أهدت المدن راحة البال في وقت تنعم بلادنا بأمان بات مفقودا لدى العديد من العواصم المحيطة والبعيدة. كونوا الأمن الذي لا تغفو له عين، لأننا ما زلنا نقع في منطقة يحدها الخطر من كل جانب، خطر إسرائيلي دائم الغدر وآخر إرهابي يضرب حيث تتاح له الفرصة، وهو منكل إدرام النار كلما سنح له ظرف أو لاح له أفق. وفي الختام أقيم عرض عسكري. بلدية بليبل تكرم ابن بلدتها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل. نظمت بلدية بليبل حفل استقبال على شرف وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لمناسبة تعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة بحضور رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، واستقبل الوزير محمولا على الأكتاف وذبحت الخراف تكريما له. وتحدث رئيس بلدية بليبل إلي أبي خليل وكاهن الرعية الأب مروان سلامة، وألقى الشاعر نبيل أبي خليل قصيدة، ثم دعي الجميع إلى عشاء أقامته البلدية. والآن ننتقل
والآن ننتقل إلى فن الخبر مع الزميلة دارين شاهين. مساء الخير دارين. مساء النور. أنت الحق عليك وضحكتيني. صحيح صحيح. شو عندك اليوم بفن الخبر؟ اليوم في عنا مقابلة خاصة أجريناها مع جوليانا رانسيك المقدمة البرامج العالمية والمعروفة بالريل تي في شو. خلينا نتابع سوا. مساء الخير. هي جوليانا رانسيك نجمة تلفزيون الواقع على اي تشانل ومقدمة البرامج المشهورة على المحطة نفسها، وتعنى بكل ما له علاقة بالفن والموضة. ماذا بعد؟ نتابع في هذه المقابلة. When we did that show years ago, reality shows had a bad kind of connotation. And so aggressive or showing a lot of flash or yeah, one or the other. Yeah. So my husband and I said if we do a reality show, we want it to be real, but also to be you know, to show people a real marriage and the struggles that real couples go through. And that's why we did it. And we didn't know that we were going to have all these struggles, yeah. trying to have a baby, breast cancer. But these things came up in our real life, and so we put them on the TV. We have three restaurants yeah. Called RPM. Two in Chicago, RPM Italian. I know. RPM Italian, RPM Steak, and then Washington D.C. We just opened RPM Italian yeah. there, and so far it's amazing. People come from all around the world. You told me that your sister visited Beirut. Yes, she did. Yes, my sister dated a Lebanese guy for a long time. Good. Yes, and really good-looking guy, by the way. And she met him in Washington, D.C. when she was in school, in college. And she went with him to Beirut, and she loved it. She said it was unbelievable. The people were unbelievable. The nightlife was unbelievable. Restaurants, culture. She had the best time. Like, she still talks about it today and just has very fond memories of being in Beirut. Yeah, awesome. Lebanese women are beautiful, and Lebanese guys are good looking too. So you have definitely very many beautiful people. What do you think about the Lebanese designers? Designers have some of the best eye for fashion. There's so much attention to detail and so much innovation in the designs and the fit on a woman. I mean, it's incredible. And I think in general, who do you prefer? In terms of designers? Yes. That's a tough one. I mean, there's a lot of great ones. I mean, Ellie Saab's unbelievable. And Zuhair is great, you know? So hopefully I'll be able to visit soon. And maybe you can show me around a little bit, because I need someone to show me around. We'll keep in touch on Twitter. There we go. Let's yeah. do it. Because I do hear it's amazing. And you know, my sister she's been talking about it for years. And even when I come here, she's like, Jules. She calls me Jules. She's like, oh, she's married to someone else. Oh my God, okay. And the ex-boyfriend's probably watching. Hi. Okay. No, I get it. But she now has four kids. Okay. So she always lives her dream. You know, oh, when I was younger and I went to Lebanon. Okay. But so I'm going to have to go one day. هذا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر. باي. يوم صحي مجاني في مستشفى سان جورج في الحدث. لمناسبة المولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد وكعادته كل عام، أقام مستشفى سان جورج في الحدث يوما صحيا مجانيا شمل جميع الاختصاصات الطبية، وقد شهد المستشفى إقبالا كثيفا من المناطق اللبنانية كافة. نحن شعب واحد، نحن منطقة واحدة، نحن منجسد انفتاحنا لأنه نحن شعب منفتح جدا على كل المناطق وعلى كل الناس وعلى كل الطوائف. بالنهاية مناسبة الكريسماس أو مناسبة الولادة المسيحية مناسبة بتجمعنا جميعا، بتعلمنا كيف نتسامح، كيف نساعد بعضنا، كيف نوقف جنب بعضنا. وهذا بصراحة هن رسالة المستشفى وهي شعاراتنا بالمستشفى، نقدم خدمة تكون لايقة لمرضانا، لشعبنا يلي هن اجوا من كل المناطق سعيا ورا هال الدعوة هيدي يلي نحن دعينا إلها. وتضمن هذا اليوم معاينات مجانية في جميع الاختصاصات وتصويرا مجانيا لشبكية العين.
بعد الإعلان القبض على الضحية. قدم 4 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي مسودة قرار جديدة تطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويرتقب أن يجري التصويت بعيد 10 من هذا المساء على المشروع الذي تحضره نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال. وكان من المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم 15 عضوا مساء أمس الخميس على مشروع قرار قدمته مصر، إلا أن الأخيرة سحبته تحت ضغط إسرائيلي عبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ويطالب نص المشروع إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتمتع بأساس قانوني وأنها تعيق بشكل خطير احتمال حل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. والآن إلى فقرة ترانس مع الزميلة نور صومة. مساء الخير نور. مساء جار. شو عنا اليوم بترانس؟ اليوم بترانس رح نشوف فيديو صح. محزن مرسي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان للأسف، وأخبار أخرى منتبعها سوا. مساء الخير. انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص تعرض للأنس بمخيم عين الحلوة بصيدا. بالفيديو منشوف شاب عم يتجول برفقة شخص آخر قبل ما تصيبه طلقة قناص وفورا تقتله. هالحادثة صارت خلال المعارك يلي دارت بالساعات الماضية بين مسلحين إسلاميين من جهة وعناصر من حركة فتح من جهة تانية. فيديو تاني بس مباشرة على فيسبوك سبب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة بأمريكا ألقى القبض على امرأة من أصول أفريقية كانت هي عم بتخبره عن جارة يلي اعتدى على ابنها. بعد جدال مطول بيلقي الشرطة القبض على السيدة وبعدها بيحتجز بناتها الاثنين. نسمع بالفيديو واحدة منهم قالت له للشرطة لما وقف والدتها إنها عم تنشر يلي عم بيصير مباشرة على فيسبوك، فبيرد عليها وبيقول لها رح تروحي أنت كمان على الحبس. منذكر أنه هيدي القضية مش أول مرة بتنطرح بالولايات المتحدة. واخيرا فينا نحكي عن ميزه جديده بانستغرام ما شفناها من قبل على سناب شات، وهي تصوير فيديو من دون ما تضلوا كابسين على الريكوردينج بوتن، بالاضافه الى الستيكرز بشكل رسوم متحركه او حالات الطقس بالمكان يلي انتم فيه وغيرهم يلي فيكم تضيفون على الصور اللي بتاخذوهم. لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن تتابعون على صفحة ترندز على الفيسبوك، وفيكن تتابعوني على صفحاتي على فيسبوك إنستغرام أو تويتر. لقونا بكرة بنشرة جديدة. كان في النشرة مخاض في السرايا والولادة باتت وشيكة. نصر الله في خطاب العلم والجهاد. الذي جرى في حلب خلال الأشهر القليلة الماضية 3 أو 4 أشهر هي حرب حقيقية من أقصى الحروب التي شهدتها سوريا، بل من أقصى الحروب التي شهدتها المنطقة. داعش تعدم جنديين تركيين حرقا. في
فلسطين تصوت لسيادتها في مجلس الأمن. ميت يبيع سيارته بوكالة من كاتب العدل. مضوني على الوراق وراحوا. كان في ترانس هكذا وثقت عين الكاميرا عين الحلوة. وتابعنا نجمة التلفزيون الواقع في فن الخبر. You know, so hopefully I'll be able to visit soon. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وتويتر الجديد نيوز. الموعد الإخباري المقبل يأتيكم عند 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.